ركله جزاء. سعد العنزيحة. عبد الله البريتشي على التنفيذ. ريتشي ريتشي الله. حلوه حلوه وحطها بقوه. حطها بقوه. حاول ايضا فيها سعد العنزي لمسها لكن الكره كانت قويه. وفي مرمى نادي الشباب شوف العداء. سعد العنزي باتجاه الكره لكن كره كانت قويه. اول اهداف اذا لصالح نادي الكبارات. غير مؤثر. كره ملعوبه سانك بير الى سيزار. سيزار شوط اول كان جميل جدا. نقله الى عبد الله الباذر بيتقدم الان. عبد الله الباذر الى نداي. نداي سيزار. هدف مستحق الحقيقة والاستفادة في الدقيقة 90 بيحقق هدف. نادي الشباب غير الشكل والمضمون وتوج الأداء بهدف التعادل. شوف 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 نداي وشوف سيزار اللي يستحق أن يسجل هدف في المباراة. ونداي هو من صنع هدف الشباب الجميل بنقلة عرضية جميلة.